طبعا ما تستغنى دائما وانت في تايلاند عن الفواكه التايلندية. بسم الله ما شاء الله، شوف يعني يمكن مئات الانواع، يحمص، اناناس، تفاح، بلوانه. بعض الناس ممكن يتحرر ان هذا طماط، هذا مو طماط، هاي فاكهة اسمها كاكا، عنب، اللي مرة يعني ما تشتهي العين والانفس. بسم الله ما شاء الله، شيء من الاخر. طبعا هني طلبنا من الجماعة ان يقطعون لان تونا ظاهرين من اكتيفيتي، فبناكل فاكهة وبالعافية عليكم. خلك معانا انت دائما في تغطيات جميلة، ونحن موجودين في شاطئ اسمه بنتاو في محافظة بوكيت.